حالة من عدم الاستقرار الجوي تسبق تأثر المملكة بمنخفض جوي. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم بدأ بأجواء مستقرة ومشمسة، لكن هذا الاستقرار كان مؤقت بسبب بدأت أثار المملكة تدريجيا مع ساعات ما بعد ظهيرة يوم الخميس بأحوال جوية غير مستقرة هي مقدمة لتأثر المملكة تدريجيا، واعتبارا من ساعات الصباح المتأخر من يوم الجمعة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم اللي توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم في عموم الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، هي ناتج عن تمركز لمنخفض جوي هنا فوق الشمال من السواحل المصرية، تظهر بهذا الالتفاف للغيوم حول مركز هذا المنخفض الجوي. لكن لاحظوا هذه الغيوم التي تشكلت فوق شبه جزيرة سيناء ثم الأراضي الفلسطينية ثم انتقلت تدريجيا نحو المملكة، هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة لتحرك هذا المنخفض الجوي تدريجيا الساعات القادمة نحو عموم منطقة بلاد الشام. وبدأ تأثر المملكة بتأثيرات هذا المنخفض الجوي مع الساعات الصباح المتأخر من نهار يوم غد الجمعة. تفاصيل أكثر حول المنخفض الجوي نستعرضه بهذا التصميم، حيث كما ذكرنا هو منخفض جوي من الدرجة الثانية أي الدرجة الاعتيادية، يبدأ اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة ويستمر حتى ساعات مساء يوم السبت، أو من الدرجة الثانية الاعتيادية. كمية الأمطار المتوقعة ستكون ما بين 15 و35 مليمتر، تتركز في المنطقة الشمالية خاصة. سرعة هبات الرياح تكون ما بين 60 و90 كيلومتر في الساعة، تكون أشد في المنطقة الجنوبية تحديدا فوق جبال الشراء وأيضا البادية الجنوبية. عدد المناطق المتأثرة ستكون الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الجنوبية كمناطق تأثير هطولات. أما مدة التأثير ستكون 36 ساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة أثناء فترة تأثير هذا المنخفض الجوي ستكون ما بين 4 إلى 9 درجات مئوية، والثلوج متوقعة فوق 1400 متر ولفترة وجيزة. تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي نستعرضه بهذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار يوم الخميس وحتى يوم السبت. يوم الخميس حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثرت بها المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة. خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة تتأثر المنطقة الشرقية هذه المرة بالأحوال الجوية الغير مستقرة، تتراجع هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في الجزء الغربي من المملكة خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة. لكن اعتبارا من ساعات الصباح المتأخر من يوم الجمعة تبدأ المملكة تتأثر بالمنخفض الجوي، يصل المنخفض الجوي نحو المنطقة ويتمركز إلى الغرب من السواحل السورية، يدفع بكميات كبيرة من الغيوم نحو المملكة. تبدأ المملكة تشهد هطول زخات من الأمطار تكون غزيرة خاصة في المنطقة الشمالية، تترافق أيضا مع هطول زخات من البرد وأيضا حدوث الرعد والبرق. هذه الهطولات ستكون عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية الشاهقة من جبال الشراح، خاصة تلك التي تزيد عن 1400 متر. خلال ساعات ليلة السبت ليل الجمعة على السبت يتحرك المنخفض الجوي بعيدا نحو شمال شرق سوريا، فاسحا المجال لتيارات غربية رطبة تتدفق نحو المملكة من شرق البحر الأبيض المتوسط على شكل غيوم منخفضة وزخات من الأمطار، تستمر فرصها طيلة نهار يوم السبت. وبالتالي يوم السبت يكون الطقس ماطر على فترات لكن ضبابي خاصة في المناطق الجبلية العالية. تتراجع فرصة هطول زخات الأمطار يوم السبت في المنطقة الجنوبية وتتركز في المنطقة الشمالية والوسطى. اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت تبدأ تأثيرات هذا المنخفض الجوي بالتراجع والتلاشي ويميل الطقس للاستقرار مجددا. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تكون الأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار، طقس غائم جزء من احتمال لزخات من الأمطار، المقاسة 6 درجات مئوية، من المحسوسة ستكون أقل من ذلك 3 درجات مئوية، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة.
نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة. يوم الجمعة تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي، طقس شتوي بارد ماطر 8 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، أو عفوا كحرارة عظمى 8 درجات، أما الدنيا تسجل 7 درجات مئوية. يوم السبت تتأثر المملكة بتيارات غربية رطبة، تكون فرصة واردة لهطول زخات من الأمطار، لكن الأجواء ستكون ضبابية فوق القمم الجبلية العالية خاصة الشمالية والوسطى، 10 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 5 درجات مئوية. ويعود الطقس لاستقرار يوم الأحد مع 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 7 درجات مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الجمعة، أجواء شتوية بامتياز، غائمة ماطرة وباردة في عموم المناطق، المفرق 11 إلى 8، إربد 12 إلى 10، وجرش 11 إلى 10، وعجلون زخم مع 10 إلى 9 درجات مئوية. لا اختلاف على الأجواء في المنطقة الوسطى، أجواء شتوية باردة وغائمة، الزرقاء 11 إلى 10، البلقاء 10 إلى 8، عاصمة عمان 8 إلى 7، مأدبة 10 إلى 8، والبحر الميت 20 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية تتأثر بهذا المنخفض الجوي، لكن السمة الأبرز ستكون الرياح القوية التي ستشهدها عموم المنطقة الجنوبية، الكرك 10 إلى 7، الطفيل 11 إلى 7، الشرع 8 إلى 4، معان 11 إلى 4، والعقبة 20 إلى 11، مع زخات من الأمطار في عموم هذه المناطق، مهبات قوية تلام السرعات 90 كيلومتر في الساعة. كما تكون هذه الهطولات المطرية عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر. المنطقة الشرقية أيضا السمة الأبرز لتأثير هذا المنخفض الجوي سيكون على شكل رياح قوية وموجات غبارية، الأزرق 15 إلى 8، الصفاوي 14 إلى 6، ورويشد 15 إلى 6 درجات مئوية. نتمنى السلامة للجميع في مثل هذه الظروف الجوية، وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. بايولاب، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.